الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده في ماما في المطبخ، معاكم عزه جلال من الساعه 2 ل 3. والنهارده هنعمل حلقه مختلفه خالص، هنعمل حلقه كلها بصنف واحد، هنعمل قرنبيط النهارده بطرق مختلفه وبسيطه. كلنا عارفين ان القرنبيط في مننا كتير جدا وبالذات اطفالنا ما بيحبوش ياكلوه، ودايما بنبقى شايفين انها وجبه عاديه ومش دسمه زي ما بيقولوا. تعالوا النهارده بقى نعمله بكذا طريقه مختلفه كده، وكل واحد فينا يختار الطريقه اللي تناسبه. طيب نسمي بالله كده ونقول اول طريقه معانا القرنبيط بالطحينه، وده بيدخل الفرن، بنعمله بطريقه سهله وبسيطه وطعمه بيبقى حلو جدا. وبعد كده نعمل مع بعض القرنبيط المتسبك اللي هو باللحمه المفرومه، تمام؟ والقرنبيط بتاعنا بقى المقلي البسيط جدا، بس بقى في ناس بتعمله بعجينه كده وبقى مش متظبط وعجينته تقيله ومش حلو، وفي ناس بتعمله مظبوط وحلو وتقدري تاكليه وتحسي ان انت لو اكلتي منه قد كده ما تشبعيش منه. تعالوا بقى نشوف النهارده كام طريقه اللي احنا قلنا عليهم النهارده هنعمل ايه. هنبدا بالطحينه وهنشوف المكونات بتاعته سهله وبيخلص بسرعه جدا. طيب نقول اول حاجه معانا القرنبيط اللي بالطحينه، معانا زهره قرنبيط مسلوقه وسط. انا بسلقه ازاي؟ دي اهم بقى حاجه لازم نقولها مع بعض، ولا اقول المكونات الاول بعدين نقول نسلقها ازاي؟ ماشي. زيت للقلي، القرنبيط بنقليه من غير اي حاجه بعد ما بيتسلق كده على طول، ومعايا كوبايه من الطحينه وملح وفلفل وثوم مهروس ونص كوبايه من عصير الليمون وكوبايتين من الميه وكزبره مفرومه، تمام كده؟ هي دي بس المكونات. تعالوا بقى نبدا كده نقول بسم الله. طيب قبل ما ابدا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه، ان احنا القرنبيط بتاعنا اول ما بنجيبه طبعا بننضفه وبنشيل منه الحاجات اللي مش حلوه، وبنعمله كده ايه زي الورد الصغير كده زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده، بنقطعه قبل ما بيتسلق. حلو الكلام للناس اللي لسه بادئه وما بتعرفش تعمل قرنبيط، اهو ماشيين مع بعض واحده واحده، تمام؟ بعد كده بجيب الميه بتاعتي بتغلي، بحط فيها نص معلقه من الكمون وبحط معلقه من الملح وبحط نص كوبايه من اللبن. طب اللبن بيعمل لي ايه؟ بيضيف لي ايه؟ اولا بيخلي لي القرنبيط زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ابيض زي الفل، عامل زي القطن، بيبقى شكله حلو وفي نفس الوقت بيديله طعم حلو قوي. ده بالنسبه للسليق. طب بيقعد قد ايه في السليق؟ حوالي 9 دقائق، ما تكتريش عن كده. طب ليه؟ عشان خاطر لسه بينزل في تسويه تانية، ان كان زيت ان كان فرن ان كان تسبيكه زي ما احنا هنعمل النهارده صلصه، بيبقى واخد كذا حاجه يعني داخل نار وخارج مره او مرتين، فده احنا لازم نخليه يعني زي كده ما بنعمل مكرونه بشاميل وبنسيبها، بنسيب المكرونه بتاعتنا على النار حوالي 7-8 دقائق، فده نفس الشيء ما بياخدش تسويه كتير، ويفضل انت تخرجيه من النار يعني تصفيه من الميه السخنه تحطيه في ميه ساقعه او ميه بكام تلجيه كده عشان توقفي عمليه التسويه بتاعته. يلا بينا بقى نبدا على طول عشان وقتنا. طيب انا عايزه بوله اهي ولا طيب احنا حاطين الزيت بتاعنا على النار بيسخن، هقوم واخده القرنبيط بتاعي. انا بصوا حابه يعني افصله اكتر اهو، بسم الله انا هعلي درجه حراره النار اهو. انا هجيب سكينه معايا هنا واشتغل. طب بلاش انت هنا، تعالي ارجعي مكانك. معايا سكينه بتاعتي، سكينتي فين يا بشر؟ طيب هناخد سكينة تانية مش فارقة اهو، ونقسم كده. انا مش عايزاه تخين، ليه؟ لان ده هيدخل في الطحينة هيدخل طاجن وكده او بايركس، فاحنا عايزينه زي ما انتوا شايفين كده الورقة بتاعته خفيفة. حتى في المقلي انا ما بحبش اتخنه كده واخليه سميك اهو. ننزل ده هنا. تسلمي يا قطة، يا سلام تتأمري اهو. بصوا بنقطع كده على قد ما بنقدر، نخليها كده ايه ورده صغننه عشان خاطر لما نيجي نقفل الطاجن بتاعنا او الصينيه بتاعتنا يبقى شكله حلو وفي نفس الوقت يبقى واخد الطعم كويس اهو. اقطع كده، حتى بقول لكم في المقلي يفضل ان احنا نعمله بالطريقه دي عشان خاطر يبقى سهل علينا ان احنا العجينه ما تبقاش مكلكعه فيه كده، وبعد ما تسويه تلاقي العجينه من جوه نيه وما بقاش طعمه حلو خالص اهو. طبعا الطاسه بتاعتي هنا كده خلصت، انا ممكن اجيب معايا طاسه تانية فيها زيت عشان ايه الوقت بتاعي اهو. نعلي درجه الحراره ونقلي هنا ونقلي هنا ونخلص نفسنا كده بسرعه اهو.
بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقسم ازاي، يعني انا كمان الودي ودي يعني ما خليش فيه خالص، بس عشان طبعا يستحمل درجة الحرارة. النار هنا لسه ما سخنتش. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تعبت يا ياسمينة يا جميلة. شفتي اهو العيد جه. بس هتخليني انا افضل راحه جايه راحه جايه راحه جايه. ماشي، يعني انا كده بوظت الدنيا. اهو اهو بالظبط كده اهو. بصوا قطعين اهو عشان نجهز اول ما الزيت بتاعنا يسخن ننزل بقى بقيه الكميه اللي معانا دي كلها. اهو بياخد قرمشه كده وبيبقى طعمه حلو وبيبقى ايه، يا بصوا اهو بدا يتحمر معايا. طيب من هنا لحد ما يتحمر نجهز الخلطه كده اللي احنا هننزل فيها. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البوله بتاعتي. هنجيب كوبايه الطحينه. بسم الله اهو ناخد الطحينه بتاعتنا كلها وناخد الليمون بتاعنا اهو، ناخد الثوم المفروم معلقه كده حلوه، وناخد شويه من الفلفل الاسود، وطبعا عايزين شويه من الكمون. الكمون فين هنا؟ كمون اهو، بس كده بس كده، وشويه ملح حلوين بقى عشان نظبط الملح بتاعنا. كوبايتين من الميه اهو بس كده برضو حلوين قوي. هجيب معايا مضرب يدوي كده ونشيل دي ونقلب كده كويس قوي اهو كده. احنا مجهزين بالخلطه اللي هتنزل على القرنبيط اللي احنا هنشيله من الزيت ونحطه في البايركس بتاعنا ونبدا نضيف عليه ده وندخله الفرن كده. اول وصفه معايا خلصت. هنحط بس بعد ما نقلب كده شويه من البقدونس اهو، شويه حلوين بس كده. وكده الوصفة الأولانية خلصت، سهلة وبسيطة بس طعمها خرافة. الناس اللي بتحب الطحينة هتعرف ده كويس قوي، الطعم ده بيبقى حلو جدا، وبالذات بقى انها بتاخد كده تسوية، القرنبيط بيخش كده مع الطحينة ومع الثوم بيبقى طعمه حلو جدا. طيب انا ليه خففت الطحينة قوي كده؟ عشان خاطر لما بيدخل الفرن كل ده بيتثبت مع بعضه كده يعني بياخد ويدي مع بعضه، فبيتشرب القرنبيط بيتشرب الميه دي فبتلاقيه كده سمكه حلو عامل زي الكريمي. طيب خلاص كده احنا هنبص بس على القرنبيط اهو. كل ده الطاسه الثانيه ما سخنتش. احنا عايزينه ياخد لون كده ايه ذهبي خفيف عشان خاطر يبقى حلو كده، ما يبقاش طري ويتهري مننا. لما الحاجة بتتقلي بتمسك نفسها شوية، فده بيبقى سهل علينا ان احنا ايه نشتغل معاه. طيب نحط ده هنا، ممكن نعمل حاجة حلوة قوي. ممكن انقل يا ياسمين اهو، نعلي بس درجة حرارة الزيت هنا على نار عالية شوية، ونبدأ ننزل بالقرنبيط اللي باقي اهو. بسم الله. تعالوا انتوا بقى اللي فاضلين، هيعلى معانا دلوقتي وهيشتغل وهيبقى زي الفل. طيب دي بالنسبه لاول وصفه. ماشي، انا هاخد دي كده ارجعها ورا ونبقى نرجعها في الفاصل اهو. تمام كده. تمام، انا هجيب بقى البايركس بتاعي وهنزل على طول من الطاسه على الصينيه بتاعتي اهو. انا هستكفى هنا بالآلية كده عشان خاطر وقتنا بس، وهبدأ انزل هنا اهو اهو، وهنستنى الباقي برضو. بس انا بقى عبال ما استنى الباقي انا ممكن اعمل ايه؟ ابدأ في الوصفة التانية. احنا لازم نفكر كده ونشغل دماغنا عشان وقتنا. بسم الله. طيب الوصفة التانية بقى عبارة عن ايه؟ الوصفة التانية عبارة عن ايه؟ اهو معانا القرنبيط المتسبك اللي هو معمول بالصلصة ومعمول باللحمة المفروم.
معانا زي ما قلنا قرنبيطايه كده صغيره مقطعينها وسلقينها بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، ومعانا زيت ومعانا زبده، 3 معالق من الزبده يعني مكعبات كده، معانا بصل مفروم، ومعانا كمان ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ابسط من كده مفيش اهو، ملح وفلفل، ومعانا بهارات، ومعانا كمان معلقتين من الصلصه، ومعانا كوبايتين من الطماطم، ومعانا قرن فلفل كده حامي سليم، ومعانا معلقتين من دبس الرمان، وكوبايه ونص من الميه. بس كده بس كده. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب الطاسه بتاعتنا وهنحطها على النار، هنجيب شويه من الزيت، بسم الله اهو، وهنجيب معلقتين من الزبده. الو يا ساره. عليا فيك عزه. اهلا اهلا. عامله ايه؟ كله زي الفل يا حبيبتي، انت ايه الاخبار؟ صباح الخير. صباحك هنا وسعاده يا رب. وحشاني قوي من امبارح والله. حبيبه قلبي تسلميلي تسلميلي، ما تحرمش منك يا رب. ايه الاكل التحفه ده؟ ايه رايك؟ بتحب الارنبيط عامه ولا لا؟ بصراحه لا. ما انا بقى انا عارفه ان في مننا كتير ما كنت، على فكره انا لحد مثلا اعدادي ما كنتش باكل الارنبيط. انا برضو كده، لان هو اصلا يعني بيعملوه بطريقه تقليديه شويه فما بحبوش. جربي بقى الطرق، وعايزه اقول لك حتى الطريقه التقليديه النهارده لو جربتيها بنفس الخلطه اللي انا هعملها هتحبيه وهتاكليه. بجد؟ اه والله. طب شوفي النهارده لاخر الحلقه وشوفي جربي بقى حبه صغيرين على قد كده. ايوه حابه اقول لك ان انا جربت الوصفه الجلاش بالصدق. لا بجد؟ لا ده انت سريعه بقى يا ساره. اه بجد انا بعمل على طول الوصفه في يوميها، انا مش عارفه اعمل ايه وانا لسه هفكر. ايوه انا من الناس دي، لما كنت ببقى قاعده في البيت كده ما بعملش حاجه الاقي وصفه عجبتني وعندي المكونات بتاعتها اقوم انفذها على طول. المقادير بتاعتها بسيطه يعني مش حاجه مكلفه. ايوه صح حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. كنت بعملها بالرقاق بس اللي حسيت ان هي ثقيله شويه، امال بالجلاش كانت خفيفه جدا ويعني سهله. ايوه فعلا. انا بشكرك. تسلمي لي يا حبيبتي ما تحرمش مني. جربي بقى دي يا ساره وخليكي كده متابعينا، ده شرف لينا يا قلبي. شكرا ليكي يا حبيبتي. اهو شفتوا زي ما قلت لكم في ناس كتير مننا ما بتحبش الارنبيط. ليه؟ لان ما بتاكلوش بالطريقه الصحيحه بتاعته، يعني الطريقه الحلوه اللي تدي له طعم. حبه من فلفل اسود كده على اللحمه المفرومه اهو، ونقلب كده بسم الله بالشكل ده. الوصفه دي سهله جدا، اكنك بتعملي تسبيكه عاديه جدا بس بنضيف عليها اللحمه المفرومه، بنعصج لها لحمه مفرومه وبنضيفها برده مع القرنبيط عادي جدا اهو. نسيبها كده تاخد ايه وقتها. طيب احنا هنبص برده هنا على القرنبيط بتاعنا اللي بتقلي، وزي ما قلنا احنا ما عندناش وقت فانا هضطر اشيله كده سريعا. هو اخد بس كده لون ايه ذهبي فاتح قوي، معرفش بقى ظاهر عندكم ايه، بس هو عندي هنا ايه بدا ياخد لون حلو اهو بالشكل ده. هنحط عليه الطحينه بالخلطه الحلوه اللي احنا عملناها، ونقوم مدخلينه الفرن على طول ياخد وقته على في الفرن اهو بس كده. الكميه دي معقوله بالنسبه لي، هرفع بس الزيت من على النار اهو، وناخد بقى الخليط الحلو اللي احنا عملناه ده، نقول بسم الله بالشكل ده، وخلاص على كده الطاجن بتاعنا او الصينيه بتاعتنا جاهزه انها تدخل الفرن اهو. نظبط بس كده ايه القرنبيط بتاعنا يبقى كله داخل جوه الصوص الحلو اللي احنا عملناه ده اهو بالشكل ده بس كده. ثانيه واحده ثانيه واحده ماشي، يلا بينا. هنطلع بقى فاصل صغير خالص ومش هعمل اي حاجه، ممكن بس احط البصل اشوحه معاهم، مش هحط اي توابل ولا اي حاجه غير لما نرجع من فاصل. فاصل صغير خالص نرجع عليكم، استنونا. رجعنا من الفاصل وزي ما انتم شايفين كده بنكمل مع بعض. طيب عملت ايه في الفاصل؟ بس حطيت البصل بتاعي عشان ياخد سوا كده مع اللحمه المفرومه، وحطينا الفلفل الاسود بتاعنا، هنحط البهارات بتاعتنا بسم الله، حط حبه بهارات حلوين ما تستخسروش البهارات عشان يبقى يدي طعم حلو، وشويه من الملح،
وهنحط الصويا صوص بتاعنا اهو بس كده، وهنحط معلقتين الصلصة وهنقلب كل ده مع بعض اهو بس كده. ارمي الفلفل بتاعنا الحلو ده وكده جمعنا كل حاجتنا. هنقلب بقى تقليبة حلوة اهو بالشكل ده كده، وهبدأ اضيف بقى المية بتاعتي اللي هتديني الصوص الحلو عشان ننزله على القرنبيط ويبقى الوصفة دي كده تمام بالنسبة لي اهو. بسم الله، ونقلب بالشكل ده. ايوه، حطينا الميه على الصلصه. بيسالوني في الكنترول على حاجات فبجاوبهم، سنه اولى طبخ لسه. استاذه ياسمين احنا عايزينك تبقي ايه؟ من اوائل الشيفات. ايوه بس نرجع الحاجات دي ورا. هنجيب بقى الصينيه بتاعتي ونبدا نقفل الطاجن الحلو ده او الصينيه الحلوه دي. طيب احنا لسه ما حطيناش الصلصه بتاعتنا او الطماطم اللي ايه، كوبايتين الطماطم. هنعمل ايه؟ هناخد الطماطم دي كده وننزلها. طبعا انا حاسه ان ايه الطاسه بالنسبه لي كده بتقول لي ارحميني، ما تقلقوش كله تحت السيطره. قلت لهم حطوا لي ووك، حطوا لي الصينيه مفيش مشكله الطاسه. طيب هنعمل ايه بقى في الخطوه اللي جايه دي؟ هنسيب دي كده تكتك مع نفسها. انا لو لقيت ووك قدامي كده عشان ابقى مامنه نفسي ومش قلقانه من اللي بيحصل على النار، مفيش، نجيب حله، نجيب حله. احب امن نفسي كده ما بقاش قلقانه من اللي بيحصل على النار. الو يا ام مي. ايوه ازيك يا عزه، عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله يا شيخ. وحشاني والله يا ام مي. تكلميني والخط بيقطع عليكي، وامبارح المساجده كلمتك وباركت لك. سمعتي طبعا. ايوه سمعتها حبيبه قلبي والله. قولي لي يا قلبي. والله بقول لك انا اسفه بس الشبكه كانت وحشه عند بنتي، والله كنت بكلمك يا حبيبتي. احنا اللي اسفين ان الخط قطع والشبكه دي، يعني احنا بنتاسف لك. لا والله ده انا بعد ما اتفرجت قلت ايه ده الشبكه مفيش خالص. معلش يا حبيبتي. لا ولا يهمك يا حبيبتي، ربنا يبارك لك في ولادك يا رب ويفرحك بيهم. انا بقول لرشا بنتي مبروك على المولود الجديد. مبروك يا رشا، عقبال كده اولاد كتير جايين بقى في حياه مامتك يا رب. اول حفيد بقى ليا بقى ده يا شيخ عزه. ما شاء الله، ربنا يخلي يا رب يفرحك بيهم كلهم يا رب. الله يخليك يا شيخ عزه. انا معاكي بقى، قولي كل اللي كان نفسك تقوليه امبارح. والله الف مبروك وربنا يخليه لها يا رب. يا رب يا حبيبتي ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي. ماشي يا روحي، شكرا لاتصالك، شكرا ليكي. بصوا زي برضو ما عملنا المره اللي فاتت، بس انا بقى بعمل بسرعه كده بايديا عشان احنا ما عندناش وقت والحاجه ايه، عندنا وصفات ثانيه اهو بالشكل ده. قطع كده على قد ما بنقدر صغير اهو. بصوا كده، عايزه بس اوصل لنفسي شويه اهو بالشكل ده كده، وننزل كده في الصينيه بتاعتي اهو. وزي ما انتم شايفين كده التسبيكه بتاعتي بتاخد غلوه، وعلى طول على طول هنزلها على الطاجن الحلو ده. هناخد كام واحده من هنا ونشتغل كده على طول. الطاجن ده لازم نظبطه كده، لان الطاجن ده حلو قوي باللحمه المفرومه، بيبقى طعمه حلو جدا اهو. وجربوا برده وانتوا هتحكموا بنفسكم اهو. نشيل الحته دي ملهاش لازمه، انا بقول كفايه كده عليا هنا، وكمان التسبيكه دي او الصلصه دي هتبقى كتير. طيب هنعمل ايه ونعمل ايه؟ الو يا ايه. يا ايه انا قلت لها ما تقولش اسمي. ما ليه بقى؟ عشان بحب رزقك يا شيف. اهلا وسهلا. انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب. أهلا والله العظيم بحبك وبحب اكل اكلك وبحب اعمل كل اللي انت بتعمليه. بتحبي تاكلي اكل؟ ده انت كده معايا هنا. ايوه طبعا. يعني انت من فانزات اللي موجودين في المكان. اه طبعا. على راسي يا حبيبتي. كده حبيبه قلبي، على راسي يا قلبي. حبيبتي يا زميلي. بس هما كده هيقولوا ان انا اللي مدخلاكي. لا انا اللي داخله وانا اللي بخش على اه. دي تاني مره تكلمني فعلا، كانت اجازه ولقيتها بتكلمني من البيت، تقول انا كنت اجازه وكلمتك.
ايوه حصل. حبيبتي ربنا يخليكي، تسلمي لي ويخليكي لنا يا زوز يا رب. شكرا ليكي يا قلبي، مع السلامه يا ايه. سلام يا قلبي اهو. بصوا نفضل بقى نشرب كده عشان خاطر ندي بقى الايه الطاجن ده حقه. بصوا لازم يبقى الصلصه بتاعتي كده ايه مغطياه عشان هو لسه هيدخل الفرن فهيتشرب زي ما قلنا. بس كده اهو. بس كده حلو قوي كده بالنسبه لي. هاخده بقى كده زي ما هو كده، هرش بس ايه رشه كده بقدونس على الوش وهدخله الفرن كده. عظمه، مش محتاج اي حاجه. انتوا النهارده اسئلتكم كترت في الكنترول، اسئلتكم كترت. ممكن نحط جبن على الثانيه كمان، وممكن نحط على الاثنين، ينفع يتحط عليهم جبن. خلينا نروح. حاضر، خلينا نروح، عندنا مناسبات النهارده يا ياسمين. تسيح على الهواء اهو. طيب نخش بقى على الوصفه الاخيره بالنسبه لنا النهارده، واللي هي الوصفه العاديه اللي كلنا عارفينها اللي احنا بنعملها في بيوتنا. انا وديت الايه، انا بس بلملم كده حواليا عشان خاطر نعرف نشتغل ونخش في اللي بعده. طيب معانا بقى المكونات اهي كلها، تعالوا بقى نقولها كده واحده واحده مع بعض. بسم الله بسم الله بسم الله. فين انا تهت مني اهو، قرنبيط المقلي. يلا بينا. معانا زهره من القرنبيط، قلنا مسلوقه وقلنا الطريقه المسلوقه بيها. معانا التتبيله 5 بيضات، ومعانا ثوم مهروس، ومعانا كوبايه من اللبن، ومعانا كمان معلقه من البيكنج باودر، وبوله من الكزبره، ومعانا كمان بوله من الشبت، ومعانا 3 معالق من النشا، ومعلقتين من الدقيق، ومعانا ملح وفلفل، ومعانا بهارات وكمون وكركم وكزبره وبصل باودر وثوم باودر، وبوله من الزبده، ومعرفش ليه بوله من الزبده برده، بس تمام. يلا بينا. هنجيب بقى البوله بتاعتنا الحلوه دي اهو. هنجيب معانا كده مضرب يدوي اهو. هنجيب البيض، بسم الله. معانا 5 بيضات، تمام. ومعانا ايه تاني عايزين دلوقتي؟ بسم الله بسم الله. الفلفل الاسود. احنا لازم نعمل ايه؟ ننزل المكونات برضو بطريقه ايه معينه كده عشان خاطر بصوا البيض نقوم مفكينه كده من بعضه، بس نقوم منزلين اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ونقلب اهو. ننزل بقى بمقيه المكونات بتاعتنا اللي هي التوابل، الكركم ورشه حلوه كده من الملح. ركزوا بقى عشان الوصفه دي هتعجبكم جدا. ومعانا الثوم البودر، ومعانا شويه من البهارات اهو، شويه من الكزبره، والكزبره هنا مهمه جدا بتدي طعم حلو، ومعلقه من الخل اهو، خلي بقى الكركم والنشا ماشي. معانا الثوم، ناخد كده حبه حلوين بس كده اهو. ومعانا البصل البودر. ناقص لنا ايه تاني يا شباب الخير؟ ولا حاجه، هنا كده نقلب الحاجات دي كلها مع بعض الاول. بسم الله اهو، نقلب كده تقليبه حلوه. ناخد كل التوابل دي ندربها كده مع اللبن والبيض بالشكل ده. شايفين بقى الكركم بيدي لون حلو ازاي؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه عشان يديني نتيجه حلوه. بس كده هنقوم جايبين الدقيق بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، 2 كوباية دقيق، ونقوم منزلين عليهم 3 معالق النشا بس كده، معلقه البيكنج باودر كده زي الفل. حطينا ايه؟ هنقول تاني، حطينا 5 بيضات، وحطينا 2 كوباية اللبن، حطينا التوابل بتاعتنا كلها اللي احنا قلناها، قلبنا كويس جدا، نزلنا 2 اللبن، ونزلنا كمان ب3 معالق من النشا، وحطينا معلقه من البيكنج باودر، ونقلب بقى كويس جدا. انا عايزه بس اوسع كده عشان ايه الصوره بالنسبه لنا تبقى واضحه وشكلها حلو اهو. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حسيتوا انه تقيل شويه، نخففه مفيش مشكله، يعني اديله ايه سنه ميه كده او سنه لبن المتاحه عندك بقى اهو. ندرب كويس قوي لحد ما نحس ان الدقيق بتاعنا
اختلط كويس جدا بالبيض وبقيه المكونات اهو بس كده. انا بالنسبه لي القوام ده حلو جدا اهو، مش محتاجه ولا احط اي حاجه خلاص. طيب ناقص لنا ايه؟ رشه الشبت، وما نحطش كتير عشان ما يسودش مننا القرنبيط، ورشه الكزبره، ونتدربها كمان، ندرب كمان تدريبه كده حلوه اهو، ونقلي وشكرا. بس عايزه اقول لكم بقى طعم خطير بامانه، والله الطعم ده خطير اهو. بس كده حاطين الزيت بتاعنا على النار بيسخن، هنبدا بقى نحمر على طول ونقول بسم الله. عايزين اقول لكم المكونات تاني، ممكن ننزلها على الشاشه يا حسنه معلش. المكونات اللي احنا بنعملها دي يا قلبي، يلا تاني عشان انا عارفه ان احنا هنتسال عنها تاني. يلا بينا. حاضر حاضر حضرتك، حاضر حضرتك اهو. الزيت بتاعنا بيسخن والحاجه بتاعتنا كلها تمام زي ما احنا برضو، والمقادير معانا على الشاشه. انا هشيل دي بس معلش، انا هبدا اشتغل معلش يا قلبي معلش، استحملينا. ما انا مش هقعد اجيب الصوره ومش هشتغل واطلع من غير ما اعمل حاجه، صح؟ والله مش ديكوريشن، احنا مش طالعين ديكوريشن. ماشي اتفضلي حضرتك. بصوا بقى، عشان زي ما انا قلت لكم ما بحبش حجم الحاجه تبقى تخينه كده ومكلكعه، انا هبدا اعمل ايه؟ اقسم كده اهو، شايفين؟ مش بالنسبه لكم بقى انتوا راحتكم، بس انا بقول لكم التسويه اللي تطلع معاكم حلوه اهو. دي كويسه، ممكن نقطع بس حته من هنا كده اهو، ودي تمام ودي تمام. يلا بينا اهو، خلصنا، مفيش اسرع من كده اهو. عايزه ابص بس اللي على الفرن ده عشان ايه ما يتحرقش مننا. تعالوا بقى هنا معايا كده نقول بسم الله، وننزل كده بالقرنبيط بتاعنا اهو، نروح وشمال ويمين بيه كده، نغرقه كده ونغطسه ونديله غطس حلو ويطلع معانا، ونقول بسم الله اهو اهو. الناس اللي عايزه تخفف الخليط ده سنه عن كده، ده حاجه اختياري، بس انا بالنسبه لي كده لونه وشكله وطعمه حلو جدا اهو. بسم الله اهو، نفضه طبعا كده كويس قوي، ما ننزلوش كله عجين كده ونلاقي نفسنا بناكل عجينه اهو. حاضر، عايزين يطلعوا فاصل، عايزين ياخدوني منكو. ماشي حاضر. طيب ادينا عرفنا كده القرنبيط العادي بتاعنا المقلي الحلو بيتعمل ازاي، وايه كل تريكاته، وايه الخلطه الحلوه اللي تطلع بيها حلو. هنطلع فاصل صغير، وبكده انا خلصت وصفاتي النهارده. اللي ليه اي سؤال، اللي عايز اي استفسار يكتب لنا على صفحه هي، او يتصل بينا بعد الفاصل واحنا نجاوب عليه. فاصل وراجعين تاني. المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة، هتخس من غير ما تحس. ورجعنا من الفاصل بنكمل مع بعض، وخلصنا القرنبيط الخطير الهش الجميل ده، اللي انت بتحس ان انت بتاكلي كيكة مش بتاكلي قرنبيط. طيب معانا بقى دكتورة علا النهاردة منوراني ومشرفاني في مطبخي، وجاية على الحلو. وحشتيني قوي. والله العظيم الاكل ده حلو. بصي انا القرنبيط حلو كتير وانا بحبه جدا. لا يعني مش زيت كتير، خالص. من ضمن الاكلات المفضله عندي القرنبيط والطماطم المخليله، فانا كده كده بحبهم يعني. كده كده معايا النهارده. فكده كده هناكل. ما عندناش مشكله ان احنا ناكل كل الاكل الحلو ده، ناكل مقليات وناكل سكريات وناكل نشويات
وكل كل اللي نفسك فيه واحنا نحللك كل المشاكل اللي انت هتعاملها بعد كده. جايبالك النهارده يا زوزة عرض خطير جدا، جايبالك عرض المنقذ. المنقذ خصم كبير قوي، خصومات مش هتتكرر تاني، هدايا كتير، هيوصلك النهارده 10 منتجات غير المفاجآت بقى اللي احنا مزودين بيها الكورس بتاعنا النهارده. طيب خلينا نعرف الكورس بتاعنا النهارده مكون من ايه؟ هو الكورس بتاعنا اسمه المنقذ، مكون من علبه كبسولات، علبه نقط، علبه اعشاب. ده الكورس الاساسي بتاعنا، عليه 7 منتجات هدايا. الكورس الاساسي بيكفيك لمده شهر كامل 30 يوم، بينزلك في الشهر ده من 15 ل 18 كيلو بطريقه امنه وصحيه. الهدايا اللي معانا، اول حاجه في الهدايا انا وفرت لك شهر اساسي عليه خصم 70%، يعني هتدفعي من قيمته 30% بس. الهدايا اللي معانا اول حاجه وفرت لك كورس كامل كمان، يعني هتاخدي علبتين كبسولات، علبتين نقط، علبتين اعشاب، يكفوكي لمده شهرين كاملين، ينزلوكي 35 كيلو بطريقه امنه. ولو انت شاطره وهتلتزمي معايا في المتابعه هيبقى في طريق ان احنا نوصل لاكتر من 35 كيلو. كمان معايا النهارده علبه بايتين، علبه كريم لشد الترهلات بجزيئات الذهب، كمان معايا امبولين لتعليه معدلات الحرق. فانا جايبالك النهارده 10 منتجات خصم 70%، يعني هتدفعي 30% بس من قيمه المنتج، كمان شحن مجانا، متابعه مجانيه لمده الشهرين. فانا جايبالك النهارده المنقذ اللي هيحللك كل مشاكل السمنه او المشاكل اللي بتبقى اصلا مسببه للسمنه، اللي منها اهم حاجه سد الشهيه. انا باجي عند الاكل وبضعف، الاكل ده نقطه ضعفي، ما بقدرش احرم نفسي من الاكل. جايبالك النهارده كبسولة عصبية آمنة، الكبسولة السداسية، ودي تقنية لأول مرة موجودة معانا النهاردة، وجايباها مخصوص لكل متابعين زوزة عشان يبقى كملنا الكورس وخصومات هدايا كتير. كمان جايبالك كبسولة عصبية اللي هي كملنا العظمة اللي احنا بنعملها دايما معاكم، عظمة جامدة ليكي جدا. فالنهاردة الكبسولة عصبية اسمها الكبسولة السداسية. يعني ايه كبسولة سداسية؟ يعني بتشتغلي على 6 محاور رئيسية اهمها سد الشهية. طب سد الشهية ده بيحصل ازاي يا زوزة؟ بيحصل من خلال الالياف اللي مليانة الكبسولة. الكبسولة بتاعتي مليانة الياف طبيعية اللي هي بتبقى موجودة في الخضار والفاكهة، موجودة في التفاح، موجودة في الخيار. بدل ما اقولك كل كميات من الالياف اللي موجودة في الخضار، لا، انا بوفرها لك النهاردة بنسبة 80% في الكبسولة. فالكبسولة انت بتاخدي الكبسولة تشربي وراها كوبايتين مية كبار، فبتقفل لك 80% من معدتك، بتبقى لك بس 20% في المعدة تاكلي فيهم كل اللي نفسك فيه، ايا كان بقى القرنبيط الجميل، سكريات، نشويات، ناكل كل اللي نفسنا فيه بطريقه امنه وصحيه. دي اول حاجه بتشتغل عليها الكبسوله. تاني حاجه بيبقى عندنا مشكله، ناس بتتصل بينا تقول لي عندي مشكله البطن، الكرش بتاعي ما بينزلش، عندي مشكله بروز في الجنبين، التنايات اللي بتبقى في الظهر، عندي مشكله في الارداف. الكبسوله بتاعتي بتدخل تستهدف السمنه الموضعيه، يعني بتركز لي على الخليه الدهنيه اللي بتبقى موجوده زي مثلا في الكرش، فبتدخل تستهدف الدهون العنيده اللي انا بكونها على مدار سنين طويله، وبتفتت لي الخليه الام، فبتساعد ان هي ما ترجعش تتكون تاني. دي تاني حاجه بتشتغل عليها الكبسوله. حلو قوي. تالت حاجه بقى بتشتغل عليها الكبسوله، ودي حاجه مهمه، ان هي بتعيد توزيع الدهون في الجسم. يعني ايه بتعيد توزيع الدهون؟ يعني بتركز لي الدهون في مناطق الانوثه، كاني بالظبط عملت عمليه نحت او عملت جراحه وظبطت الشيب بتاع جسمي، عملت ري شيب لجسمي، بس كل ده في كبسوله طبيه امنه جدا. بتكسر لي فتره ثبات الوزن. كلنا بنقعد نجرب دايت ونجرب كورسات مش مناسبه لينا ونجرب حاجات غير صحيه وغير امنه، وكتر تكرار الحاجات دي بيدخل جسمي في فتره عناد، جسمي بيبتدي يعاندني، لان انت بتاخدي من مخزون الدهون بتاعي، فالجسم دايما اذكى مننا، فبيقوم محتفظ بمخزون الدهون ويدخلني في فتره ثبات وزن طويله جدا، لان هو مش عارفه انزل في الوزن تاني. بالظبط كده، بيدخلك في فتره انت بتاخدي الطاقه بتاعتي، لا انا هحتفظ بيها بقى وحرمي نفسك من كل ده، وهتفضلي عايشه في حاله الحرمان اللي انت فيها، بس ما بتنزليش ولا جرام. لا، الكبسوله بتاعتي النهارده بتكسر لك فتره ثبات الوزن وبتقضي لك عليها تماما. كمان بعد ما اخلص الكورس انا بكون اوريدي في فتره الكورس صغرت حجم المعده، فبعد كده بيحصل لي تثبيت للوزن، يعني ما برجعش ازيد تاني في الوزن. الفتره اللي انا بنزل فيها استمريت على الكورس شهرين، التزمت بكل التعليمات اللي بيحددها لي الفريق الطبي
والدكتور المختص بيا بعد ما بخلص ما برجعش اكتسب وزن تاني. لا انت بتكوني خلاص وصلتي الوزن المثالي وثبتتي عليه وحجم معدتك كمان صغر وبقيتي شكلك اصغر، عارفه تعيشي حياتك بطريقه صحيه، عارفه تاخدي بالك من ولادك ومن بيتك، عارفه تعيشي سنك لو انت بنوته في الجامعه، وكمان لو انت راجل بتشتغل. الكورس بتاعنا يا زوزه مش بس مناسب للستات، مناسب للاطفال من سن البلوغ، مناسب للرجاله والستات، مناسب كمان لكبار السن واصحاب الامراض المزمنه. كل اللي عليك بس ان انت هتتصل بالفريق الطبي بتاعنا اللي ارقامه بتكون موجوده على الشاشه، دي الارقام الوحيده بتاعتنا، هتسيب السن والوزن والطول والحاله الصحيه بتاعتك بالتفصيل ده من خلال الواتساب لو احنا ما ردوش علينا في المكالمات. فبنعمل ايه كده. بنسيب من خلال التليفونات، بنسيب على الواتساب المسج بتاعنا، وكمان معانا الصفحه نقدر نتابع من خلالها، معانا على الشاشه اهو ارقام التواصل والصفحه بتاعتنا. بالظبط يا زوزو زي ما انت قلت، هم هيسيبوا البيانات دي. البيانات دي اول ما بتسيبها بيتفتح لك فايل مخصوص بحالتك وبيتحط فيه كل الاسئله من دي ون، من اول يوم هتبدا تتابع فيه معانا، كل سؤال هتساله، كل استفسار او كل ملاحظه بتبقى موجوده في حالتك بنسجلها في الفايل المختص بيك لحد ما تخلص فتره متابعتك كامله، لحد ما تخلص وتوصل للوزن اللي انت عايزه. طب انا لو عندي اقل من 15 كيلو عايزه انزلهم، او عندي اقل من 30 كيلو عايزه انزلهم، ممكن النهارده استفيد بالعرض بتاعنا واستفيد بالخصم بتاعنا؟ انا ومامتي، انا واختي، انا وصاحبتي، انا وزوجي، تقدري تستفيدي تاخدي كورس من شهر ليكي وشهر للشخص التاني اللي هيكون موجود معاكي، وكمان تقدروا تستفيدوا بالهدايا وتستفيدوا بالخصم، وهيكون في متابعه منفصله لكل شخص منكم. يعني انت هتسيبي انت واختك مثلا هتسيبي بياناتكم انتوا الاثنين، وهيكون في متابعه لاختك ومتابعه ليكي. طيب نرجع للكورس بتاعنا. تاني حاجه عندنا في الكورس اللي هي بتكون من اكبر مشاكل السمنه، ان انا ما بعرفش احرق، عندي مشاكل، عندي خمول في الغدة، عندي استئصال للمرارة، عندي كل المشاكل دي. فانا النهاردة جايبة لك النقط عشان تعالج لك مشكلة الحرق. بتعمل لنا ايه النقط؟ كأني بالظبط لعبت ساعتين رياضة في اليوم. حلوة. يعني انا ما بطلبش منك ان انت تتحركي او تلعبي رياضة خالص، لا، انت هتاخدي النقط زي الجرعة ما هيحددها لك الدكتور المختص بيكي، وكأنك بالظبط لعبتي ساعتين رياضة في اليوم، لان هي بتعلي معدلات الحرق بمعدل 4 أضعاف. كمان معززة بفيتامين د اللي بيقوي لي العظام اللي دمرتها لي السمنة على مدار السنين اللي فاتت. ونقول الو يا مريم، معانا تليفون يا دكتور؟ يلا بينا. الو. ايوه يا مريم، ازاي حضرتك؟ كيف عزة؟ الحمد لله، ازاي؟ ازاي حضرتك؟ كله تمام. تسلم ايدك على الوصفات الحلوه جدا اللي بتقدميها لنا دي والله. قولي لي، انت من الناس اللي بتحب الارنبيط؟ اه بحبه جدا. طب الحمد لله، كل الناس بتكلمني النهارده مش حد بيعمل الارنبيط. لا تسلم ايدك بجد. قولي لي، انت خسيتي ولا عايزه تخسي؟ هو انا والله عايزه بس افكر. دكتوره علا بيتا، انا مامتي كانت واخده الكورس تبع الفريق الطبي بقى لها شهرين. تمام تمام. مش عارفه هي حضرتك فاكرانا ولا لا. طيب فكريني باسمك او باسم مامتك. اسمها مدام هدى. تمام ايوه افتكرتك. طب قولي لي احنا نزلنا كام كيلو؟ كان عندها خشونه وطبعا كان عندها السكر، والحمد لله اخذت الكورس وكانت بتتابع مع الفريق الطبي ونزلت. تمام. الشهرين دول 22 كيلو. 22 كيلو. هي ماما كان عندها كام سنه؟ ماما عندها 48. طيب قولي لي، حست باي مضاعفات او اي اعراض جانبيه وهي بتاخد الكورس، ولا كانت حاسه ان هي بتنزل الموضوع بسهوله؟ لا طبعا كانت بتنزل، وكان الفريق الطبي بيتابع معاها، لان طبعا هي عندها خشونه فما كانتش بتعرف تعمل رياضه او تتحرك. فبصراحه اخذت الكورس ومن اول اسبوع كانوا بيتابعوا معاها. طيب قولي لي، كان في منطقه معينه مضايقاها اثناء النزول؟ كان في بطن مثلا او كان في اي مشاكل؟ اه طبعا كان عندها منطقه البطن وكده، والسكر كان عامل لها طبعا مشاكل، وكان عندها شراهه في الاكل بصراحه. اكيد طبعا اكيد. طيب ماما لسه مكمله معانا ولا خلاص؟ اه هي لسه مكمله، وانا بصراحه لما شفتها خست قلت انا اتصل النهارده اشوف العرض يناسب حالتي انا بقى ولا لا. العرض بتاع النهارده العرض هيناسب حالتك يا مريم؟ اكيد. هي مش ليها، ده لمامتها. عشان مامتها سنها اكبر وما شاء الله بتقول خست والدنيا بقت لطيفه. خست 22 كيلو. اقل، فان شاء الله يبقى مناسب بالنسبه لك ان شاء الله يا قلبي.
انا بحب الناس اللي بتاخد الخطوه اللي هو انا بشجع غيري. يعني انا نزلت 22 كيلو فلازم اشجع غيري. لا، مامتها اللي شجعتها مش بنتها اللي شجعتها يعني. لا، هي اللي كانت بتتفرج علينا وفضلت متابعينا فتره طويله، لان هي بتسمع، بتقول لي انا بسمع كلام كتير قوي ان انا هتخسي ومن اول شهر وهتشوفي نتيجه من اول اسبوع. لا، احنا الكلام اللي بنقوله انا والفريق الطبي بننفذه. يعني لما اقول لك هتشوفي نتيجه مؤكده من اول اسبوع، يبقى هتشوفي نتيجه مؤكده من اول اسبوع. على الاقل خالص هيبقى 5 كيلو في اول اسبوع، هتحسي بنتيجه الكبسوله من اول يوم، هتحسي ان انت خلاص انا ما عنديش شراهه للاكل، اللي هو طول ما انا ماشيه باكل اي حاجه تيجي في طريقي. لا، هتحسي ان انت شبعانه، ومش شبعانه بطريقه اللي هي هلعب لك على اشارات المخ او ان في مواد كيميائيه، لا خالص. الكورس بتاعي امن جدا ومرخص من وزاره الصحه. الكورس بتاعي مكون من مجموعه الياف وفواكه استوائيه حارقه واعشاب، اعشاب طبيعيه تنزلك كل الوزن اللي انت محتاجاه بمنتهى الامان وبمنتهى الصحه، وده اللي احنا نفسنا الناس كلها توصل ليه. خلينا نرجع بقى للكورس بتاعنا تاني. انا راجع للارنبيط بتاعي اللي انا قليته. بس بقى انت بتجوعيني. انت مجوعيني جدا على فكره. والله شكله حلو جدا ومقلي كده ومقرمش وجميل جدا. لا، واللون الاصفر الذهبي ده كمان يعني مش اي حد بيوصله على فكره. ما هو ده بقى عشان خاطر الخلطه اللي احنا عملناها يا دكتور. انا هاخد الخلطه وعشان ما بعرفش اوصله من النت. اي حد يقول لي هاخد الخلطه اقول لهم ادخلوا على النت اتفرجوا على الحلقه هتاخدوا الخلطه. ما احنا كده كده بنتفرج عشان تشاهدوا القناه. تمام، مفيش مشكله. قلبنا عنويني ليكي. خلينا بقى نرجع للكورس بتاعنا. قلنا اتكلمنا عن النقط، اتكلمنا عن الكبسولات السداسيه بتاعتنا اللي موجوده في الكورس بتاعنا النهارده. خلينا نتكلم عن الاعشاب. الاعشاب دي بتعمل ايه؟ بتدخل بتقضي لي على السموم اللي متخزنه في جسمي على مدار سنين. بتتخزن من ايه السموم دي؟ بتكون مكونه، انا بدخل جسمي املاح، بدخل جسمي سكريات، نشويات، فاست فود، كل الحاجات دي بتكون لي سموم في جسمي على مدار سنين. الاعشاب بتاعتنا النهارده بتقضي لك على كل السموم اللي موجوده في جسمك بطريقه امنه. كمان بيبقى في ناس شكلها مش تخينه، يا بيبقى شكلها منفوخه. انا بقضي لك على الميه الزياده اللي بتخلي شكلك منفوخ مش تخين. الاعشاب بتدخل تختزل كل الميه الزياده اللي بتبقى موجوده تحت الجلد وبتخلي شكلنا منفوخ مش تخين. الهدايا بقى المميزه قوي اللي موجوده في العرض بتاعنا النهارده بالخصم بتاعنا النهارده، اول حاجه علبه بيتين. بعيد عن الكورس بتاعي معزز بمجموعه فيتامينات والياف مش طبيعيه عشان يحافظ على بشرتك وضوافرك وشعرك اثناء نزول الوزن، وما يبقاش فيه ارق، ما يبقاش فيه اجهاد، ما احسش بدوخه وارهاق، ما احسش بكل المضاعفات اللي بحس بيها لو باخد حاجه غير امنه لصحتي. لا، انا النهارده معززه لك الكورس كمان بعلبه بايتين من ضمن الهدايا المميزه اللي موجوده معانا في عرض النهارده. علبه البايتين دي. طب احنا معانا تليفون يا دكتور. معلش ان انا قطعتك، بس بقى لها كتير معانا على الخط، ونقول الو يا مه. الو، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير عليكم، ازيكم؟ الحمد لله. معلش اتاخرنا عليكي، كنا بنطلع الطاجن من الفرن وعايزه اقول لك يعني بصي سخن جدا، والحمد لله ربنا سترها وطلع بخير. اوعتولي بقى. عملنا حبه حوادث في المطبخ بس زي الفل، كل حاجه شغاله زي الفل، واهم حاجه ان الوصفه طلعت زي الفل. كيف الريحه بجوع بتنخ. شفتي؟ يعني انت لو شميتي انت شايفه. عايزه اقول لك الريحه مجوعاني، الريحه مجوعاني جدا. موضوع تاني بس عايزه اقول لك كان خطر جدا وهو خارج من الفرن. احنا بنعاني يعني، بنقول لك اهو يا مها. ماشي يا قلبي. ماشي يا روحي. معاكي الدكتور. كنت عايزه اكلم بس الدكتور، عايزه اقول معاكي يا حبيبتي. مشكلتي في الشهيه، يعني انا بجد بشم ريحه الاكل دي حقيقه بجوع. انت بتجوعي كتير؟ انا وزني كبير جدا، يعني انا وزني 125. 125؟ طيب عندك كام سنه يا مها؟ انا عندي 26. 26، عندك اي مشاكل صحيه؟ لا لا خالص، مفيش اي حاجه، بس مش عارفه ليه مش بقدر اسيطر على الجوع. لا، موضوع الجوع ده احنا هنسيطر عليه، ما تقلقيش. بس انا بستفسر لو في منطقه معينه مضايقاكي، او انت بتشتكي مثلا من قله حرق او اي حاجه تانية جنب ان احنا بنجوع كتير جنب الشهيه المفتوحه. الشهيه مفتوحه، وفي عندي مكمط انسولين، وعندي منطقه البطن جامده قوي. طيب تمام، مفيش اي مشكله. هشرح لك بالتفصيل الكورس بتاعنا هيفيدك ازاي وهنقدر نستخدمه ازاي، هشرحها لك بالتفصيل حالا دلوقتي. طيب احنا قبل ما نشرح بالتفصيل، يلا بينا، ممكن نروح كده نشوف صور قبل وبعد. يلا يلا بينا. الحالة دي عندها 37 سنة، كانت بتشتكي من مشكلة البطن والأجناب،
عندها كانت بتقول لي ما تقوليليش ان احنا هنكسس البطن، يعني دي حاجه مستبعده جدا. كان عندها حاله ياس مش طبيعيه، فاحنا قدرنا ان احنا ننزلها من 120 كيلو اللي كان اكترهم متركز في منطقه البطن ل 75 كيلو بطريقه امنه. وصلنا للنتيجه دي بالظبط في 4 شهور، عشان الحاله كان عندها مقاومه انسولين وكانت محبطه بطريقه مش طبيعيه، اللي هو ما تقوليليش ان انت هنوصل ان انا بطني دي هتخس بعد 3 ولادات، يعني أيوة. معقوله البطن دي هتنزل؟ انا حاولت كتير وما عرفتش، وحاسه ان انا كبرت في السن 20 سنه فيعني انا عايزه حل مؤكد. فكان اول حاجه اشتغلنا معاها على العامل النفسي، ان احنا لا في ثقه، من وخصوصا بعد ما بدات تشوف اول نتيجه في اول اسبوع، ايه ده؟ انا معقول الدهون بتاعتي بتنزل، معقول مقاساتي بتتغير، معقول في نزول على الميزان. يعني انا بشتغل على حاجتين، ان انا انزلك على الميزان وكمان اغير لك مقاسات لبسك. وده اللي حصل مع الحاله بتاعتنا الاولانيه. الحاله الثانيه ده شاب صغير يعني 32 سنه، مش عارف يعيش حياته، مش عارف ياخد خطوه لان في عدم ثقه بالنفس، تمام؟ فالحاله دي عندها 32 سنه زي ما قلنا، كان بيشتكي من مشكله ان في البطن العوامه، انا مش عارف البس، مش عارف اعيش سني، في مشكله ان انا عندي شهيه مفتوحه جدا، عندي حرق ضعيف، ما انا مش عايزه اتحرك، عندي كسل غير طبيعي، فانا مش عايزه اتحرك. فده بالظبط نزلناه حوالي 30 كيلو، كان 110 نزلناه 30 كيلو ولسه مكمل معانا عشان عايز يبقى فات وسليم كده ونعيش بطريقه صحيه. حاجه انه جاب البدله الحلوه دي ولبسها. بالظبط، ما احنا نبتدي ناخد ثقه في نفسنا، نبتدي نهتم بقى باللبس وبالشكل وبالشعر، دي كل حاجه احنا بنشتغل عليها، ان احنا عايزينك تعيش وتبقى مبسوط وانت عايش حياتك، تبقى عندك ثقه في نفسك وانت بتلبس وانت بتخرج وانت بتاخد كل خطوه في حياتك، لازم تبقى واثق من نفسك. طيب يا دكتور، انا مبسوطه معاكي جدا، ويعني عايزه اقول لك كل الكلام اللي انت بتقوليه بستفاد منه، وببقى مبسوطه معاكي جدا، انا باخد منك معلومات كتير قوي ببقى مش عارفاها. يا رب بس كل الناس للاسف تستفيد. وقتنا خلص يا دكتوره علا، بشكرك جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، بلاش نتنمر على بعض، بلاش نشوف بعض ان دي تخينه، دي مش عارفه تلبس، دي ما تصلحش انها تبقى مراتي عشان تخينه. لازم كلنا نفكر في مصلحتنا وكلنا نفكر في صحتنا، فنتجه ان احنا نطلب الكورس ده دلوقتي حالا، معاكم خصم 70% ومعاكوا عروض حلوه جدا من الدكتوره علا. يا ريت نلحق العرض، ويا ريت نجرب الوصفات الحلوه دي. انا عانيت في والدكتوره بتتكلم عشان اطلع الوصفات واخلص الدنيا كده وتطلع باحسن شكل ان شاء الله تعجبكم. جربوا الوصفات وقولوا لي على صفحه هي ومعانا هنا في البرنامج من الساعه 2 ل 3. واشكركم واشوفكم على خير، والسلام عليكم. المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة، هتخس من غير ما تحس.